السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسجل أدن قطع التسجيل، هي تكملة، بدي أكمل بإذن الله. نرد على الأخوات. الضاد 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 سهل. المشكلة وين؟ المشكلة إنك خلاص تعودتي إن كل الأحرف تجيبي لي إياها من طرف لسانك، وهاي هاي المشكلة. أنت يا حبيبتي يا عمري يا روحي إيش تعملي؟ بدك تحاولي تجيبي المخرج الصحيح اللي هو من الحافتين عند الأضراس، يعني طرف لسانك هذا ما تستخدميه في الضاد. أض طبعا ض هذه لا، أضي. طيب إيش نعمل؟ أنا قلت لك، قلت قبل هيك الصاد رخاوة، الضاد رخاوة، الصاد مفخمة، الضاد مفخمة. إذا نجيب الصاد صحيحة، إلا إذا كانت عندك الصاد صحيحة. قولي الصاد وإنت على نفس وضعية الصاد. قولي أب، جيبي الصاد مفخمة بعدين جيبي الضاد. حاولي على نفس وضعية الفك الصاد. صاد ضو. لو قلتي صاد ضو هتطلع دال مفخمة. أنا لا، ما تستخدميش طرف لسانك، أهم حاجة ما تستخدميش طرف لسانك. صاد ضو، خلي لسانك يعمل هيك يوصل له في سقف حلقك، يعني هيك. صاد بتكون هيك مشتعلة، ها؟ قولي بو، اعملي هيك بو، كأنك بتقولي الطا. الطا من وين؟ الطا من كل لسانك، من وسط لسانك لورا. طا طرف لساني ما بستخدموش في الطا عشان ما يطلعش فيه همس. إذا استخدمت طرف لسانك اللي هو عند المخرج الطا هذا وركزت عليه حيطلع معك همس في الطاء. ليش؟ لأنه هو مخرج التاء نفسه، حتطلع مش طاء، حتطلع تاء طاء طاء، حتطلع تاء مفخم. طب إيش نعمل؟ كل اللسان ما عدا الطرف هو اللي يشتغل طاء. نفس الشيء قولي أبو من ورا، من ورا. حاولي 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 لسانك الأمامي ما تستخدميه. نعم بتحرك اوكي، بس ما في عليه اي اتكاء في الضاد، ما عليه اي اتكاء في الضاد. الاتكاء كله ورا في المنطقة الخلفية من اللسان، من عند حافتي اللسان وحتى من فوق، من كل هاي المنطقة ضاد. تمام؟ الطرف لا، بس الموضوع سهل سهل، بس بدك انت تحاولي تحاولي تحاولي. وين راح؟ بسم الله لا اله الا الله. طيب وين رحنا؟ في واحد سؤال. جزاكم الخير جميعا يا رب، وفي ميزان حسناتك حسناتكم، وانشروا انشروا لانه الدال على الخير كفاعله. وكثير ناس محتاجه تسهيل في التجويد والتلاوه. عاوزة اتواصل معك بالواتس. انا قلتها 00966 حطوه. طيب 53 75 76 498. اللي ما كتبته صح مش حيطلع صح اكيد يعني. ايوه حرف الغين لماذا يرجف معي؟ وحرف الذال ايضا غين او ليش يعني؟ انت اللي بترجفي، انت اللي بتخليه يرجف، هو لحاله ما بيرجف. انت ما بتعطي الثبات اثناء التدريب او ثبات في التلاوه بس، لكن هو بيرجف. لا هو ما بيرجفش، مش بردان. مش بردان والله، ما بتمسخر منك بس بمزح. تمام حبيبتي؟ فانتي اللي بتخليه يرجف معك،
انت مش ثابته في مخرجك، لو ثابته في مخرجك ما راجع. او غا غا او غا ثبت. تثبيت الساكن مشكلة كتير ناس. السرعة سبب وعدم اهتمام سبب تاني، وتعودوا على انه اي حرف ساكن يلا قلقل قلقل حرك حرك قلقل، مش مهم عندهم التثبيت. فانت حاولي تثبتي غا او غا. تمام. ايش كمان؟ الغين وايش؟ والذال. انت اثبتي، انت اللي اثبتي. تمام. وخلي عندك ثقه في نفسك شوي، قولي باذن الله ربنا حيفتح علي واقرا صح. حيصير باذن الله حيصير. بس انت ما يكونش انت تكوني مهزوزه. في ناس كتير مهزوزين، بيقرأوا بأصحح لهم بيطلع لهم كذا غلطة، أنا خلص أنا مش راضي تزبط معي، أنا نفسيتي تعبت. يا حبيبتي أنت قديش قعدتي، قديش عمر قعدتي تقرأي غلط؟ احسبي بدك من يومين ثلاثة أو مرتين أو أربع مرات خلاص مية مية. والله ممكن اذا انت من الناس النبيهين اللي تهتمي وشديده الانتباه، لكن اللي لسه ما عندهم مش هالتركيز كتير اكيد بدهم يضلهم يغلطوا ونصحح نغلط ونصحح لين ما الله يفرجها عليكي. بس كل ما انت ربنا سبحانه وتعالى فتح عليكي وقلت لك والله قراءة صحيحة، قولي الحمد لله، لأنه مع الحمد يزيد النعم، بتزيد النعم وبتثبت النعم. وإذا غلطتي قولي لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب عيني، وهكذا بس. ولا الموضوع سهل يعني. لقد رزقنا الله بك لمداواة الحروف. الحمد لله، نسأل الله من فضله، هذا فضل الله علي وعليكم، ربنا يتولانا برحمته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نحمد ونشكر. خلاص هاي الأسئلة تقريبا اللي تمام. برضو لسه في ناس بتقول لي ارجعي إلى فتاوى الناس الربانيين، والله إني برجع لهم والله. الحمد لله الحمد لله، خيرا خيرا ان شاء الله. انتهى، ما فيش اسئله ثانيه. وكل واحد قال لي جزاك الله خير ودعا لي دعوه ولك بمثل، والحمد لله على النعم كلياتها. نسال الله من فضله انه يديم علينا النعمه ويثبتنا عليه ما يحب ويرضى من قول وعمل. استعينوا بالله، قولوا يا رب، دائما ادعو ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. وركزي عند واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وبرضو ادعي دائما اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه كلياتها عبادة، احنا ما بنقعد نقرأ قرآن ونعلم القرآن ونتعلم القرآن الا إننا تعبد الله بفيها، ونسأل الله أنه يتقبلنا في الصالحين. وأخيرا اللهم ربي هب لي، اغفر وارحم واعف وتكرم، أنت خير الراحمين. ربي هب لي حكما وعلما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلى اللقاء وبارك الله فيكم. حاولوا تطلعوا عن العادة اللي عندها خطأ معين، عندها عادة صارت فيها، العادة هذه لازم تطلعي عنها. العادة إنك سريعة في التلاوة بدك تبطئي في التلاوة، العادة إنه لسانك شديد في الراء رخي لسانك، رخي على الآخر. وقلت لك كيف تعملي،
دائما لما بدك توصلي لحرف معين شوفي اقرب حرف ممكن يوصلك له، اقرب حرف له وصفاتا تمام زي الصاد والضاء، صاد ضاد صاد ضاد صاد ضاد وهكذا. يعني الواحد بيشغل مخه شوي وربنا بيسر له. سلام.